أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم إن شاء الله نحن بصدد الحديث عن أحكام القلقلة. وقبل خوض في القلقلة حنتعرف على عدة مواضيع، ابتداء بتعريف القلقلة من ناحية اصطلاحية، سبب القلقلة، شروط القلقلة، أقسام القلقلة، ومراتب القلقلة. أول حاجة القلقلة، تعريف القلقلة، قال لك هو اضطراب في مخرج الحرف عند النطق به حتى تسمع له نبرة قوية. اضطراب في مخرج الحرف وليس في الحرف نفسه، وإلا الحرف ما بتأثرش، وإنما الذي يتأثر هو مخرج الحرف عند النطق به حتى تسمع له نبرة قوية، حتى تسمع له نبرة قوية. الآن هذه القلقلة، حروف القلقلة مجموعة في كلمة قطب جدي، يبقى عدد حروف القلقلة قديش؟ خمس حروف، القاف والطاء والباء والجيم. هل هذه الحروف دائما حكمها القلقلة ولا يشترط فيها شرط حتى تكون؟ ايش هذا الشرط؟ ايوه، ان تكون هذه الحروف ساكنة. فلو كانت هذه الحروف متحركة، يعني كلمة قل هي فيها قاف، هل هنا فيها قلقلة؟ إذا كانت متحركة ما فيها قلقلة، إذا كانت متحركة ما فيها قلقلة. تشترط في هذه الحروف أن تكون هذه الحروف ساكنة، سواء كان هذا السكون أصلي بحيث أن هذه العلامة الأصلية هي السكون، يعني الحرف معلوش أي خالي من الحركات، خالي من الضمة والكسرة والفتحة، أو كان السكون عارضا. إيش السكون عارض؟ إيش السكون العارض؟ بيكون بسبب الوقف. السكون العارض هذا بيكون بسبب ايه؟ يعني الحرف عليه حركة، لكن لما أنا وقفت عليه إيش سويت؟ سكنته، لأنه اللغة العربية لا تبدأ بحرف ساكت ولا تنتهي بحرف متحرك. لما أنا بدي أقف على الحرف الأخير أنا بقوم ايه؟ بتسكين هذا الحرف. تمام. الآن ليش هذه الحروف من بين الحروف كلها حكمها القلقلة؟ ايش سبب القلقلة؟ ممتاز، قال لك هذه الحروف تجتمع فيها صفتان، تجتمع فيها صفتان. الصفة الأولى اللي هي الجهر، والصفة الثانية ايش؟ ايه اللي هي الشدة. سبب القلقلة اجتماع صفتين اللي هو الجهر والشدة. الشدة، الآن الجهر ماذا يفعل؟ الجهر يمنع من جريان النفس. لما اقول مثلا قل هو الله احد، ايش صار في النفس؟ احد، صار هناك امتناع عن جريان، امتنع نفسه النفس عن الجريان. طيب والشده يمنع من جريان الصوت، لانه اصلا اذا توقف الصوت، اذا توقف النفس من الطبيعي ان يتوقف الصوت، لانه الصوت يكون مصاحبا للنفس. يبقى قلنا الجهر يمنع من جريان، يمنع من جريان النفس، والشدة يمنع من جريان الصوت. هذه الحروف الخمسة قطب جد تجتمع فيها صفتان، الجهر والشدة. تمام. يبقى الآن حروف القلقلة قلنا مجموعة في كلمة قطب، القاف الطاء الباء الجيم الدال. تمام. الآن أقسام القلقلة، أقسام القلقلة، عندنا قلقلة صغرى وعندنا قلقلة كبرى. الآن القلقلة الصغرى، متى تكون قلقلة صغرى؟ إذا كان الحرف ساكن في وسط الكلمة أو في آخرها عند الوصل. يبقى القلقلة الصغرى أن يكون حرف القلقلة ساكن في وسط، في وسط الكلمة أو في آخر الكلمة عند الوصل.
مين يجيب لي مثال على القلقلة تكون في وسط الكلمة؟ تفضل. ولقد خلقنا، كلمة خلقنا هنا القاف في وسط كلمة خلقنا. أفتطمعون، الطاء في وسط الكلمة. وما أدراك، الدال في وسط الكلمة. ألم نشرح لك صدرك، الدال هنا ممتاز. وقد دخلوا، هنا وقد دخل فيها حكم آخر نشحنا الآن. وقد دخلوا، تفضل. يبقى هنا إما أن يكون حرف القلقلة ساكن في وسط الكلمة أو يكون في آخرها عند الوصل. مثال على ذلك، ولقد خلقنا، الدال في كلمة لقد في آخر الكلمة عند الوصل، وصلت الكلمة الأولى بالكلمة الثانية. مثلا لم يلد ولم، لم يلد هي الدال ساكنة في آخر الكلمة لكن عند الوصل، عند الوصل. يبقى هذا بنسميه قلقلة صغرى، قلقلة إيه؟ صغرى. الآن عندنا النوع الثاني من أنواع القلقلة اللي هي القلقلة الكبرى، وتنقسم القلقلة الكبرى إلى قسمين، قلقلة كبرى شديدة وقلقلة كبرى أشد. قلقلة كبرى شديدة وقلقلة كبرى أشد. متى تكون القلقلة كبرى شديدة؟ قال لك إذا كان الحرف الساكن في آخر الكلمة عند الوقف. يعني يكون، احنا قلنا آخر كلمة عند الوصل بصير قلقلة صغرى، آخر كلمة عند الوقف بكون قلقلة كبرى شديدة. في آخر الكلمة عند الوقف، عند الوقف. يعني مثلا والله سريع الحساب، وقفت على الباء. قل أعوذ برب الفلق، وقفت على القاف. لا أقسم بهذا البلد، وقفت على الدال. وأنت حل بهذا البلد، وقفت على الدال. يبقى إذا كان الحرف القلقلة الساكن في آخر الكلمة عند الوقف بيكون قلقلة كبرى. إيش يكون نوع القلقلة؟ كبرى شديدة. الآن النوع الثاني من أنواع القلقلة هي قلقلة كبرى أشد، وقال لك إذا كان الحرف مشددا في آخر كلمة عند الوقف. آخر أن يكون حرف مشدد في آخر الكلمة عند الوقف. وذكر مثال عليه كلمة الحق، قل جاء ذلك اليوم الحق. كلمة الحق، كلمة ايه؟ الحق. الشد هذا عبارة عن ايه؟ عن حرفين، الأول ساكن والثاني متحرك. لما أقف على الشدة بصير أنا الحرف الأول ساكن والثاني، لما أقف عليه أيوة الأول ساكن والثاني بصير ايه؟ ساكن. يبقى الآن ليش سمينا قلقلة كبرى أشد؟ لأنه هذا الحرف عبارة عن حرفين، الأول ساكن والثاني لما وقفت عليه صار ساكن، وقفت على حرفين ساكنين. نفس القضية، تبت يدا أبي لهب وتب. كلمة ايه؟ وتب. وهذه الباء تب، كلمة الباء هنا حرف مشددة، من أقف عليها بتصير قلقلة كبرى أشد، قلقلة كبرى إيه؟ أشد. هذا بالنسبة إلى أقسام القلقلة. يبقى القلقلة تنقسم إلى قسمين، قلقلة كبرى شديدة وقلقلة كبرى أشد. وقلنا القلقلة تنقسم إلى قلقلة صغرى وكبرى، والكبرى تنقسم إلى قسمين، شديدة وأشد.
السلام. الآن ننتقل إلى مراتب القلقلة. مراتب القلقلة، أعلى مرتبة في مراتب القلقلة قال لك المشدد الموقوف عليه. مراتب القلقلة، خلينا نقول إيه، المشدد الموقوف عليه. المرتبة الثانية الساكن عند الوقف، الساكن عند الوقف. والنوع الثالث الساكن عند الوصل. الآن مشدد الموقوف عليه، مثال عليه اللي هو كلمة إيه؟ ذلك اليوم الحق وتب، كلاهما إيه؟ مشدد موقوف عليه. المثال الساكن عند الوقف والله من ورائهم محيط، مثلا والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود. هذه قلنا الساكن عند إيه؟ عند الوقف. الله يرضى عليك. القسم الثالث اللي هو الساكن عند الوصل، الساكن عند الوصل، ومثال عليه أفتطمعون. أتفضل. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم، أو كلمة وما أدراك، لا أقسم، هنا القاف أقسم ساكنة في وسط الكلمة، بكون ساكن عند الوصل، ساكن عند الوصل. هذا بالنسبة إلى القلقلة. مين الآن مش واضح عنده القلقلة؟ الآن لو سألت أي سؤال، جبت مثال، قلت لك إيش نوع القلقلة، تستطيع أن تميز بينهما؟ تمام. طيب الآن نقول مثلا إن بطش ربك لشديد، إن بطش ربك لشديد. الآن مين طلع لي القلقلة من هذه الآية وإيش نوع القلقلة؟ إن بطش، كلمة بطش الأولى فيها قلقلة، إيش نوع القلقلة؟ إيش نوع القلقلة؟ أيوة، صغرى ولا كبرى؟ قلقلة صغرى، ممتاز. لا شديد، إيش يكون؟ قلقلة أشد ولا شديدة؟ أشد لازم يكون فيه شدة. أيوة، قلقلة كبرى شديدة، قلقلة كبرى. القلقلة الكبرى الأشد قليلة، زي جبنا مثال الحق، جبنا كلمة وتب، كلمات معدودة، لكن القلقلة الكبرى الشديدة كثيرة في القرآن الكريم. لأنه يعني أي كلمة في آخرها حرف قلقلة بتدقف عليه خلاص بيصير إيه؟ قلقلة كبرى شديدة. إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد. نفس القضية، مين طلع ليش القلقلة من هذه الآية وإيش نوع القلقلة؟ أقف، تفضل. يبدئ، إيش فيها؟ إيش نوع القلقلة يبقى؟ قلقلة صغرى، ممتاز. إنه هو يبدئ ويعيد. طب ويعيد إيش نوع القلقلة؟ ويعيد، قلقلة كبرى شديدة ولا أشد؟ لا، يا حبايبي قلنا الأشد حتى موطنها في القرآن قليلة، يعني خليت بدل لذهنك دائما الشديدة وليس الأشد. الأشد يعني بده يكون كلمة الحق، كلمة وتب، تمام. إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود. إيش في نوع القلقلة هنا؟ أب معروف، إيش نوع القلقلة؟ كبرى شديدة، ماشي. أنت إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور ذو العرش المجيد. نوع القلقلة؟ قلقلة كبرى، قلقلة كبرى شديدة، نعم.
كلمة مجيد برضو قلقلة كبرى. لا مش المجيد، وين حرف القلقلة؟ الدال. مجيد ماجيد، الجيم هنا متحركة، احنا بدنا تكون حرف يكون ساكن وليس الحرف متحرك. ايوه يكون ساكن وليس متحرك، تمام. طيب الآن بدنا نطلع الكتاب ونقرأ الآيات ونحاول إن شاء الله نطبق الأحكام اللي احنا أخذناها على الآيات التي بين أيدينا. نفتح سورة البروج. سورة البروج، سورة البروج. آمين يقرأ، تفضل. لا عاد احنا بدناش نقول البروج، البروج اجي. ايوه نبين القلقلة. وعليكم السلام ورحمة الله. النار ذات الوقود، تمام تمام. هي خمس آيات. الآن طلع لي أحكام القلقلة من هذه الآيات. يلا البروج. أيوة أيوة. إيش نوع القلقلة؟ كبرى شديدة، ممتاز ممتاز. الموعود حرف الدال، قلقلة كبرى شديد. نعم طيب في مشهود ولا شاهد؟ مشهود. ولو شاهد نعتبرها نفس الشيء. نعم قتل أصحاب الأخدود، تمام ممتاز ممتاز. مين الآن يقرأ؟ تفضل. إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. الحميد، بين القلقة. الحميد. لا لا ذات الجلد الكبرى. كمل أي كمل كمل كمل. كمل أي كمل. الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين قتلوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، تمام. طلع الآن إلى أحكام القلقلة من هذه الآيات اللي قرأتها. قعود. قعود. إحنا الآن طيب. إيش نوع القلقلة؟ كبرى شديدة. كبرى شديدة، تمام. اللي بعدها. شهود، قلقلة كبرى شديد. تمام. الحميد. الحميد، ايش نوع القلقلة؟ كبرى شديدة، تمام. الذي له ملك السماوات والله على كل شيء شهيد. شهيد ايش فيها؟ قلقلة كبرى شديد، تمام. مين يقرأ؟ يلا يا معروف. إن الذين فتنوا، إن الذين آمنوا. أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد. كم الآخر آية؟ فعال حسبك. الآن طلع إيش في عنا؟ تجري. تجري إيش حكمها؟ قلقلة. ممتاز. إن بطشة إيش فيها؟ قلقلة صغر، تمام. كبرى شديدة، ممتاز. يبدئ. لا لا يبدئ. ايش فيها؟
أيوة حرف الباء مش الدال. أيوة تمام. وهو الغفور تمام ذو العرش المجيد. إيش نوع القلقلة؟ كبرى شديد. تمام. فعال لما يريد كبرى شديد. تفضل جنبه. تمام. الآن استخرج القلقلة من هذه الآيات. يلا. هل أتاك حديث الجنود؟ إيش فيها الجنود؟ كبرى إيش؟ تمام. فرعون وثمود إيش فيها؟ نوع القلقلة؟ كبرى إيش؟ شديد ولا شد؟ شديد. تمام. بل الذين كفروا في تكذيب إيش فيها؟ كبرى شديدة. والله من ورائهم محيط إيش فيها؟ محيط إيش؟ كبرى شديدة. تمام. بل هو قرآن مجيد إيش فيها؟ كبرى شديدة. في لوح محفوظ في إيشي؟ طيب الآن ورائهم محيط، إيش حكم ورائهم محيط؟ ورائهم محيط. ورائهم محيط. إيش الحكم في ورائهم محيط؟ إدغام إيه؟ إدغام شفوي. ليش؟ لأنه جاءت الميم الساكنة وبعدها ميم متحركة. من ورائهم محيط في إيه؟ إدغام شفوي. تمام. تفضل. والسماء التي تفضل. والسماء والطارق. 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 إق. سمعنا إق. والطارق. ممتاز. وما أدراك ما الطارق. وما أدراك. وما أدي. أدراك ما الطارق. النجم الثاقب. النجم الثاقب. إن كل نفس لما عليها حافظ. إن كل نفس لما عليها حافظ. فلينظر الإنسان مما خلق. تمتاز. إيش الآن في أحكام مرت معنا؟ والطارق. أيوة. إيش نوع القلقلة؟ قلقلة كبرى شديد. ممتاز. وما أدراك. إيش نوع القلقلة؟ القلقلة صغر. ممتاز. ما الطارق؟ إيش فيها؟ كبرى شديدة. كل نفس لما عليها حافظ. في شيء؟ فلينظر الإنسان مما خلق. إيش فيها؟ قلقلة كبرى شديدة. تمام. حسب ما شاء الله عليك. تفضل. دافق كبرى شديدة. ممتاز. دافق قلقلة كبرى شديدة. الترائب قلقلة كبرى. طب الصلب فيها شيء؟ الصلب لو قفت عليها بصير قلقلة كبرى. خلق لو قفت على خلق نفس القاضي بصير قلقلة كبرى شديد. طيب. إنه على رجعه. إيش فيها؟ إنه على رجعه. أيوة. قل إيش نوع القلقلة؟
ممتاز، يعني قرأتها صح انت، يعني ما دام قريتها صح لازم تجيب الحكم صح. يوم تبلى ايش فيها؟ قلقلة صح، ممتاز. تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. تفضل. إنه لقول، إنه لقول فصل، وما هو بالهزل، إنه يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. تمام، تفضل. إيش في عندنا مرة آيات فيها أحكام؟ الرجع، ممتاز. إيش نوع القلقلة؟ ممتاز. والأرض ذات الصدع، إيش فيها؟ قلقلة الصدع، أيوة، لأنه في نص الكلمة. إنه لقول فصل، في أشي؟ وما هو بالهزل، في أشي؟ إنهم يكيدون كيدا، إيه؟ وأكيد كيدا، إيش وين بدك أنت الآن؟ كيدا، إيش هي كيدا؟ أيوة كيد على بعد تنوين الفتح، في تنوين الفتح كيدا، بس أكنتاش. فمهل الكافرين أمهلهم. لو أنا ما لقيتش ممكن أكيد، لو بدي أقف على كلمة وأكيد بدي أسكن، إيش بيصير؟ قلقلة كبرى شديدة، أيوة. يعني الكلمة اللي ما لقيتش فيها، يعني لو ما لقيتش بطلع في آخر كلمة إذا في حرف قلقلة بقف عليه، عند الواقع بدي يصير قلقلة كبرى شديدة. اتفضل جنبك. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. حسبك، يلا. إيش عندنا؟ الأعلى. الأعلى، إيش فيه الأعلى؟ خلق الصوت. إيش الحرف اللي عندنا طيب؟ اه طب صح صح. ايش فيه؟ في عندنا شيء؟ لا. طب خلق. خلق لو وقفت عليها ايش يصير؟ ايش يصير فيها؟ ايش نوع القلقلة؟ كبرى شديد. تمام. والذي قدر فهدى، في ايش عندنا؟ وين؟ طيب. والذي اخرج المرعى، أخرج، لو وقفت على أخرج إيش يصير؟ إيش يكون؟ قلقلة كبرى شديد. طيب. فجعله غثاء أحوى، في عندنا شيء؟ لا. طيب قريت؟ لازم. سنقرئك. إنه يعلم الجهر. سيذكر من يخشى. ايش في عندنا من يخشى؟ ادغام بغنة. تمام. طلع ايش في عندنا قلقلة في هذه الآيات؟ يلا. سنقرئك. طيب. انه يعلم الجهر وما يخفى، في عندنا شيء؟ طيب. طيب. نفع، لو وقفنا على نفعت اقف عليها وقراها. في عندنا حرف قلقلة؟ طيب. سيذكر من يخشى. طب ان نفعت، ايش الحكم ان نفعت؟ ان نفعت الذكرى، ان نفعت ايش الحكم؟ طلع فيها ادغام بغنة. تمام، ممتاز. اللي ورا يلا. طلع الآن، طلع الآن من الآيات اللي قرأتها إذا في قلقلة
آية آية يمشي. الآية الأولى فيها شيء؟ طيب الآية الثانية؟ طب اطلع في الثانية كويس. الذي يصلى النار الكبرى، ايش نوع القلقلة؟ قلقلة صغرى. طيب ثم لا يموت فيها ولا يحيا، فيها شيء؟ قد أفلح من تزكى. طب اطلع كويس. قد أفلح ايش؟ قلقلة صغرى، لأن قد أفلح عند الوصل ما هي قد، قد أفلح مش الحرف الساكن، إذا كان في آخر كلمة عند الوصل يسمى قلقلة صغرى. قد أفلح. طيب وذكر اسم ربه فصلى، في شيء؟ طيب اللي بعده. خير وأبقى، وأبقى صحف إبراهيم، إبراهيم لما إبراهيم في القرآن تقرأش إبراهيم من هذا الطالع، إيش بدك تقرأها؟ إبراهيم، إبراهيم. لا مش الألف، ليش إحنا إبراهيم؟ ليش قلنا إبراهيم؟ لأنه في قلقلة، إبراهيم في قلقلة. أيوة طلع الآن القلقلة. بل تؤثرون الحياة الدنيا في الشفية. طيب أبقى شو نوع القلقلة؟ تمام. إن هذا لفي الصحف الأولى، في شيء؟ صحف إبراهيم، إيش فيها؟ قلقلة صغرى، إبراهيم وموسى. تمام اللي جنبه يلا. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة؟ يعني بدنا نحاول احنا نطبق الأحكام حتى غير القلقلة. قلقلة والأحكام ايه؟ النون الساكنة وأحكام الميم الساكنة. عاملة ناصبة تصلى، تص حسبك. يلا ايش في عندنا مرة آيات في أحكام قلقلة؟ في حاجة فيها؟ طيب وجوه يوم، ايش الحكم فيها؟ وجوه يومئذ، ايش الحكم عندنا؟ وجوه يومئذ عندنا تنوين حرف الباء الياء بعده، ايش ادغام بغنه. طيب يومئذ خاشعة، يومئذ خاشعة، ايش الحكم؟ ايه ادغام، ادغام بايش؟ ايوه اظهار حلقي. خاشعة عاملة، خاشعة عاملة، ايش نوع الحكم؟ خاشعة عاملة اظهار بيننا، مش بينت التنوين. عاملة ناصبة ادغام بغنى. اللي بعده. ليس لهم طعام الا من ضريع، لا يسمن لا يسمن ولا يغني من جوع، وجوه يومئذ ناعمة سعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية. حسبك. طلع الان الاحكام من هذه الايات. في عندنا قلقلة الآية الأولى، الثانية جوع، ايش فيها جوع؟ جوع ايش فيها؟ طيب وعليكم السلام ورحمة الله. ايش فيها؟ في جنة. تمام ممتاز. الآن بدي أسألك سؤال. طعام إلا، ليس لهم طعام إلا، طعام إلا إيش فيها؟ إظهار إيش نوعه؟ حلق. طيب
من ضريع، من ضريع. من ضريع ايش فيها؟ اظهار. اول حاجه عندنا نون ساكنه، ايش الحرف اللي بعدها؟ حرف الضاد. الضاد من اي حروف؟ حروف الاخفاء الحقيقي. تمام. لا يسمن ولا يغني من جوع. من جوع ايش الحكم؟ من جوع فيها ايه؟ إخفاء حقيقي. وجوه يومئذ إيش فيها؟ إدغام بغنة. يومئذ ناعمة إيش فيها؟ إدغام بغنة. ناعمة لسعيها إدغام بغير غنة. راضية، راضية في، راضية في إخفاء حقيقي. تمام. مين بعده يقرأ؟ وزرابي، وزرابي مبثوثة. حسبك، خلاص حسبك، خلاص حسبك. ايش في عنا قلقلة في الآيات هذه اللي مرت علينا؟ الآية الأولى فيها قلقلة، الثانية والثالثة. طب أكواب موضوعة فيها؟ طب لو وقفت على أكواب إيش بيصير فيها؟ قلقلة كبرى. قلقلة كبرى شديدة. ونمارق مصفوفة. في البعدة فيها وزرابي مبثوثة. إيه؟ زرابي مبثوثة إيش رأيكم؟ فيها ولا فيش فيها؟ أي مبثوثة. إيش نوع القلقلة؟ قلقلة صغرى. قلقلة صغرى مبثوثة. تمام. اللي وراء كمل. تمام. ايش الان في عنا؟ قلقلة. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. في عنا شيء؟ في؟ طيب. والى السماء كيف رفعت؟ والى الجبال كيف نصبت؟ وين؟ وين في عنا قلقلة؟ في أي كلمة؟ الجبال. الباء هنا متحركة ولا ساكنة؟ طيب. وإلى الأرض كيف سطحت؟ في شيء؟ فذكر إنما أنت مذكر. في شيء؟ لست عليهم بمسيطر. في شيء؟ إلا من تولى وكفر. في شيء؟ فيها ولا فيش فيها؟ فيعذبه الله العذاب الأكبر. فيها شيء؟ فيها شيء؟ طب العذاب لو قفت على كلمة العذاب ايش يصير؟ قلقلة كبرى احكي. طيب. إن إلينا إيابهم. فيها شيء؟ ثم إن علينا حسابهم. فيها شيء؟
نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله نكمل المحاضرة القادمة.